بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حيا الجميع، يا هلا وسهلا نورين. اشتقت المودال صح؟ يا هلا وسهلا، ويلكم. وأخيرا وأخيرا الموت، الموت يا شباب الموت. أنا سويت هذا المود، اللهم لك الحمد، مود ديمو، اللهم لك الحمد، خلصناه. طبعا أخذت يوم كامل، يعني لي تقريبا كم؟ لي تقريبا 27 ساعة مواصل بسبة هذا المود، والله عشانكم قسم بالله. فإن شاء الله ركبه قدامكم ونشوف المنطقة البداية، نشوفها قدامكم ان شاء الله. ولا تنسونا من اللايك وسبسكرايب والشير، وان شاء الله نشوفكم في المود وتلعبون ان شاء الله. وابغى كذا شخص اتابعه في بث هو ينجلد. لا لا، امزح امزح. ان شاء الله باذن الله تستمتعون بالمود ان شاء الله. في تغييرات في المود كزومبي، كلوت، كاغراض، كأشياء أنت ما تعرف عنها شيء. الأمور طيبة إن شاء الله. طيب بسم الله. أول شيء هذه ملفة اللعبة. طبعا المود اشتغل على تي بروجكت 1.1 آخر نسخة، حاب أقول لكم. طيب روح على الديسك توب، روح اسمه ايفل اند هيل، هذا هو المود. تخرجه. طب انا كتبت باسورد. طب باسورد مو دونكلي، خلاص 1 2 3 4 5 بس تخرجه. طبعا المود ديمو هذا هو. طيب زي ما انتم شايفين عندكم هنا اللعبة، هنا المود. طيب ننسخ اول شيء، تسوي لك كوبي بيست، تبدأ. بس نرجع، نروح باي فور، نروح الباي فور. اوكي نرجع مرة ثانية، دقيقة بس خلينا نستقر كده شوي. اوكي طيب عندك، ركز معي، ركز معي، الله يخليك. ها ركز معي. بالنسبة عندك الملف الـ ETC والاستيوان فقط كده، تم طم ديليت. بس تيجي كده كده تسوي لها كوبي، تسوي لها بيست، خلاص ودي حوش. بعدين تروح ايمج باك، ايمج باك عاديه، تسوي كده كوبي بيست، ملف اللي تحته ديليت. ترجع من ترجع image back HD نفس الحكاية، هنا copy، هنا paste. شوف اطلع فوق، شوف شباب اطلع 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 فوق لما تحصلون كده يتلامع 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 يا شباب. ايوه شوفوا كيف يتلامع، شوف كده. اوكي طيب خش اللعبة، خش اللعبة كتير شرطة. البداية مع العناوين. طبعا هذا الموت، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، لا اله الا الله. الله يا سلام يا سلام يا سلام، عذاب عذاب الموت. طيب اوكي طبعا شباب لا تجون وتركبون الاوفو في الجديد واللي قبله، ركبوا هذا خليكم زي ما انتم. هو انا اقول لكم ليش، انتوا عارفين تبغوا ترينر، تبغوا من والله اعرف، والله اعرف، اقسم بالله انكم تكرهوا هذا الاوفو في اللي قدامكم ده، تكرهوا كره العمى. لكن في منطقه القارب حلو راح تكرش، يا انها تكرش يعني يجيك دب فريم بعدين يرجع كريوس. اوكي خذوها معلومه،
لا تركبوا الأبوفيه الجديد إلا بعد ما تعدوا منطقة القارب. شفت منطقة رايزنج اوف ايفل؟ منطقة رايزنج اوف ايفل يا شباب، رايزنج اوف ايفل في قارب يجيك دروب فريم سلو موشن، اوكي؟ عادي ذيك المنطقة بعد ما تعديها ركبوا فول جديد. الله بارك. تمام؟ طيب نجي هنا. طب مركب اصوات انا انتوا ركبوا صوت اللي تبون. اللود كبر راسي. دقيقة، معلش، أنا آسف، آسف جدا شباب، أنا آسف جدا، حدث خطأ، كنت مشغل ترينر وأنا في منطقة أبو لحية، معلش، عيد يا شباب. ويلكم مو الدوكلي، ويلكم اكستريم كومبيتيشن، ليتس جو نيو جيم بفضل رايزن اوف ايفل. اوكي نورمال سكيب كرشت صح. لا عبد القادر من البدايه طبعا يا شباب، زي ما انتم شايفين دلعتكم تي ام بي ونبضة مخلوطة وشنطة كبيرة، ما تحتاج تاجر، ما تحتاج. العب كذا العب. اوكي ليتس جو. طيب ليتس جو، هذا بداية. شوف الزومبي جايينك، مشتاقين لليون، مشتاقين له. يلا حي الشباب، ويلكم. اوكي دقيقة، يا سلام. تعال دقيقة شباب، اعطوني ثواني بس اقتلهم. ده مطاري. ترى هيلهم قليل يا شباب، لا تشوف. يا شباب صلوا على النبي، يا شباب. طبعا هنا في لود، دقيقة بس. يا سلام، خلصنا عليهم. اوكي طيب، يا سلام، ايش هذه الحلاوة يا دينكلي؟ روعة والله روعة. طبعا شفت الكاتسين اللي هنا في تك. اوكي ليتس جو، هنا في كاتسين. يا سلام، اوكي هلا والله، يا سلام حلو. طب ركزوا معي هنا دقيقة بس، خلي من جوا احسن افضل. يا سلام، طبعا كمان شفت الكاتسين كمان. كرنيت يا عمري هنا الرايفل. طبعا هنا في حركة سويتها تعلمتها ما شاء الله تبارك الله. شوفوا هذا القزازة اني حطيت في هذا الجدار، واللي تقريبا زي الطاولة حطيت رصاص. شوفوا يا سلام، عشان حلو نايس. اطلع فوق، ما في شيء، انا ماني حاط شيء فوق. طيب وكمان شايل الدريشة، شوفوا شايلها. حزر فزر، يا سلام السيف.
السيف يا شباب، السيف. الله. طيب نطلع. طبعا دحين تسألوني يا ولد كيف السيارة شلون؟ ترى يا شباب أنا شايل السيارة، السيارة شايلها، لكن هي مقردشة، بس يمديك تمر منها يعني زي كذا. شوف أنا لا مشغل ترينر ولا أي حاجة، يمديك تمر عادي عادي كأنه سيارة ما هي موجودة. طيب هنا في كرنيت، هنا رصاص 100 أو 200، معلش أنا آسف، 20. هنا هذا، هنا 500. طبعا يا شباب اذا تبون تركبون دمج طلقات ركبوا كيفكم انتم، على راحتكم، عشان ايش تاخذوا رصاص اكثر. طبعا هنا حبيبنا، حبيب الكل، ناس الكل، يلا حيا. اصبر 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 يا اخي اصبر. يلا حي كلب حمار، منورنا والله. ها عشق عشق، والله يجري والله يجري. ابويا الله حي كلب حمار، والله يا شيخ كيوت يا اخي. والله ما ادري ليش صغرت صراحه يا اخي، كنت انا بالغت في صغره، والله بالغت. اوكي هنا 80,000 هيل، نبتة صفرة، هنا ما في شيء، قطة مرة مرة ما في شيء ما في شيء. اوكي ليتس جو، يس يس مان. يا حياتي شفتك ترى ايش تسوي يا كيوت. دقيقة يرحم لي شيبانك، والله ترى صعب. اقول ارجع ارجع، ده والله قوي، ده قوي. يلا حيا، لا 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 كلب حمار. خلص علينا موت، نبي نهلي مقطع يا ولد. يلا اخلص بس، هذا هو كلب حمار يا حب يا شباب. بس هذا هو المود البداية، ما بحرق عليكم كثير، انتوا استمتعوا وان شاء الله يكون مود ممتع عليكم ان شاء الله. وراح انزل لكم رابط المود، لا تنسون رابط المود على المود على التي بروجكت 1.1. اهم شيء اوريتكم التركيب، اوريتكم كل حاجة، ولا تنسونا من اللايك سبسكرايب شير. يلا السلام عليكم.